بتعزي يعني باسم الاستاذ محمود هو مش قد بس اسرته صغيره ورجل مصر والوطن العربي كله. هو فنان كبير وفنان للعظماء مش الرواد العظماء يعني اعتقد ان يستنى كتير لما يجي يعني مكان حكم ثقافي وشغل مجسم كان يعني كان محب البلد جدا كان عنده حس وطني عالي جدا كان احد المشاركين انا في رايي انه كان احد المشاركين في حرب اكتوبر العظيم لانه هو جسد كل افلام حرب اكتوبر يعني هو كان بيقول يعني نزل على طول يعني اثناء حرب الحرب يعني لولا افلام حرب اكتوبر ما كناش شفنا الانسان العظيم متجسد في افلامه يعني فقدنا يعني فنان كبير واب